قصة أخرى من قصصنا الإخبارية متعلقة أيضا بالرياضة يعني واحد بيعشقه الملايين حوالين العالم، بس العالم بالحقيقة بيتجه كل عشاق كرة القدم في بكرة الاثنين للعاصمة الفرنسية باريس علشان يعرفوا مين هيفوز بجائزة الكرة الذهبية لسنة 2021. طبعا المصريين والعرب بيتمنوا فوز فخر العرب النجم مو صلاح محمد صلاح بالجائزة بعد استعادة مستواه وتألقه في الفترة الأخيرة، لأن كان بجد يعني منقطع النظير نجاح تلو نجاح. صلاح بينافس على الجائزة مع نخبة من أبرز لاعبي العالم، على رأسهم طبعا روبرت ليفاندوفسكي وكريم بنزيما وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، أسماء كبيرة جدا. لكن احنا عايزين هنا في حديث القاهرة وقبل الإعلان عن الفائز ب 24 ساعة نسأل ازاي ممكن ندعم محمد صلاح، ايه هي حظوظه في الفوز بالكرة الذهبية، يا ترى الحظوظ كبيرة ولا ليست كبيرة؟ معانا الصحفية الأستاذة إيناس مظهر عضو لجنة تحكيم مجلة فرانس فوتبول الفرنسية ورئيس القسم الرياضي بالأهرام ويكلي، هتكون معانا علشان تقول لنا يا ترى الحظوظ موجودة ولا مش موجودة. أهلا بيكي معانا في حديث القاهرة. زميلتي العزيزة الخط قطع، نحاول نجيبها تاني. طبعا احنا بنتمنى، كلنا نتمنى ان محمد صلاح ياخد هذه الجائزه. الحظوظ ليست كبيره لاسباب خارجه عن اراده محمد صلاح. محمد صلاح مبهر طول الوقت، ولكن هي الحظوظ ان فريقنا القومي لم يكن موفقا، لم يقم بمباريات كبيره، لم يحصل على بطولات محليه او عالميه، فترتيب المنتخب ودور محمد صلاح فيه لم يكن جيد. محمد صلاح ايضا العام الماضي في ليفربول لم يكن موفقا ولم يحصد اي جائزه، صلاح الوحيد اللي كان بيحقق ارقام قياسيه. يعني شايفين الاسماء اللي خدتها، هو وضع محمد صلاح مع القائمه الحاليه شيء مشرف وشيء يدعو للفخر. ده لاعب مذهل، ده واحد من اهم 3-4 لعيبه في العالم. ليونيل ميسي خدها 6 مرات. على فكره هو يعني في الاخر الموضوع ليس تقصير من محمد صلاح اذا كان هناك اي انتقادات. الاستاذه ايناس مظهر عضو لجنه تحكيم مجله فرانس فوتبول الفرنسيه، اهلا بيكي معانا في حديث القاهره. مساء الخير عليكم. مساء الفل. منورانا زميلتي العزيزه. ازيك؟ طمنينا على اخبار ولدنا مو صلاح. ربنا يسهل. في حظوظ زي ما بيقولوا الستيكس، يعني فيري هاي زي ما بيقولوا الاجانب، يعني الفرص كبيره، بس ما نقدرش برضو نتنبأ. طبعا دي كلها اختيارات صحفيين، ولكن حظوظ فعلا محمد صلاح كبيره جدا جدا جدا، ان هو يعني حتى يعني لو طبعا احنا مش عايزين نقول يعني اذا كان طبعا هو من المرشحين الاوائل للمركز الاول، ولكن اذا لم يكن المركز الاول فاعتقد ان هو هيكون من الثلاثه الاوائل. لان لدرجه ان زي ما قلت قبل كده، كان لجنه التحكيم كان لينا ميعاد محدد علشان ان احنا نقدر ندلي باصواتنا كصحفيين، ولكن معظم الناس وحتى كانوا هم في لجنة التحكيم في البالندور كانوا دايما بيطلبوا مننا ان احنا نبعت بدري بدري بدري، لكن احنا كنا معظم الناس ومنهم انا طبعا كنا بنستنى لاخر لحظة علشان برضو يبقى الحكم جيد في اختياراتنا للاعبين اللي هيكونوا، لان احنا كل واحد فينا بيختار 5 لاعبين فقط. لازم يرتبهم بالترتيب. الصحفيين بياخدوا 25%؟ لا، دي كلها هنا بقى في خلط. دي أيوة. كلها صحفيين على فكرة، مش زي الفيفا. جائزة الفيفا هي اللي فيها 25% صحفيين. أيوة. 25% مدربين، اللجنة الفنية أو اللي هو مثلا كباتن الفرق. 25% مدربين و 25% جمهور. دي ما فيهاش جمهور دي في الفيفا. دي ما فيهاش جمهور. هم رافضين ان هي يبقى فيها جمهور وفقط الصحفيين. وعلى فكره هم من 2-3 جربوا قصه ان هم يدخلوا فيها جمهور وقفلوها بعد اسبوع، لان لقوا ان الارقام بتعلى جدا
مع لعيبه ممكن ما تستاهلش المركز ده. امال ايه اللينك ايناس؟ ايه اللينك اللي كان نازل مالي المواقع وبيقول لك صوت لصلاح؟ انا مش عارفه بصراحه. وده 27% إيه بالظبط ده انا مش عارفه ايه اللينك ده جاي منين. خصوصا ان هو هتلاقيه مكتوب عليه جلوبال سوكر، فده جلوبال سوكر دي حاجه تانية خالص مختلفه. مش البالون دور. انا عايز اقول لك ان محترفين بعتنها لي وبيقولوا لي ساعد وصوت. لا ملهاش اي علاقه دي خالص، لان هو كان تصويت صحفيين، دي البطوله دي قصدي الجائزه الوحيده اللي قائمه فقط على الصحفيين. انا عايز اقول لحضرتك احنا من فتره كده كان حتى برضو حد قعد يقول لي لا في مديرين فنيين وفي مش عارفه ايه، لدرجه شككوني في نفسي. لا ان لسه سالين المدرب اللي كان بيدرب مصر لا مش برادلي، المدرب الاخير اللي كان بيدربنا وصلنا كاس العالم كوبر. ايوه كوبر. دكتور كوبر قال انا هصوت لمحمد صلاح. ايوه ما هو كوبر، لا كوبر ده كانت للفيفا، لكن دي ما فيهاش لدرجه دي صحفيين فقط. ده الفيفا ده الاسبوع اللي فات الكلام ده. لا غلط طبعا. الاسبوع اللي فات سالوا زميلنا في اون تي في ورد عليه وقال له طبعا بالتاكيد انا صوتي هيكون لصلاح. انا اللي بقوله لحضرتك لدرجه ان انا لما رجعت سالتهم تاني قلت لهم يا جماعه واحنا معانا مدربين معانا حاجه، والله هزقوني قالوا لي ايناس مش معقوله بقالك معانا 13 سنه وما تعرفيش ان يعني احنا بس صحفيين. احنا بنشكرك جدا لتصحيح المعلومه استاذه ايناس، بس هو سؤال بسيط كده، انتهى خلاص فتره التصويت للصحفيين ولا ما زالت مستمره لحد اللحظات الاخيره؟ لا من زمان ده، انتهى من اكتوبر تقريبا، كان 28 اكتوبر حاجه زي كده انتهى التصويت من زمان. انت كنت معانا وانت مسافره صحيح؟ صحيح. اذا احنا في انتظار فقط الاعلان. ايوه كنا بنحرس الصوت معاكي وانت رايحه. بالظبط بالظبط. فكان خلاص انتهى التصويت يمكن او يوم 24 اكتوبر، كان في اكتوبر يعني. نعم. فكان انتهى التصويت وهم فعلا بس الصحفيين، لان هم الجائزه كلها قائمه على اختيارات المجله. يعني بمعنى ان حتى الشورت ليست اللي بيختاروها ال 30 فرد ال 30 لاعب اللي بيختاروهم مين اللي بيختاروا؟ مجلس اداره او مجلس التحرير القائم في هذه المجله فقط، هم اللي بيختاروا ال 30. وبعدين بيجي الصحفيين بقى بيخلوهم هم يقوموا بالتصويت بس. هي يعني احنا بكره هنكلمك باذن الله ونزل ان شاء الله. لو فاز صلاح فيها زغرته وفيها عزومه. طبعا اكيد ان شاء الله. زغروته يا رب. ماشي. محمد فتحي بيسخر مني علشان انا بقول زغرته، بلدنا في الفلاحين بيقولوا زغرته، يعني اعمل ايه؟ خلونا نطلع فاصل بقى.